يقول السائل فضيلة الشيخ أيضا، هل للرجل أن يساعد زوجته في البيت؟ بعض الناس يستعيب هذا العمل ويقول العمل في البيت للنساء فقط. لا بأس بذلك، بل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في بيته يشتغل مع أهله ويعين أهله عليه الصلاة والسلام، ليس هذا بعيب، إنما هذا من التواضع والتعاون، نعم، بين أهل البيت، نعم.